نبدأ أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى من عند الحدث المهم النهاردة، حيث يلتقي المنتخب المصري للشباب لكرة اليد مع نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها تونس وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره ليبيا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، ومنتخبنا قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والفوز على مالي في أول مشاويره ب 45-18 في الجولة الأولى، وفاز على غينيا في الجولة الثانية بنتيجة 56-28 والتفوق الأخير في الجولة الثالثة على المغرب بنتيجة 29-27. كل التوفيق لشباب اليد في هذه المواجهة واستكمال المشوار والعودة بهذا اللقب. انطلقت صباح اليوم المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز، واللي يقام على ملعب السنتر كورت التاريخي بنادي الجزيرة ويستمر على مدار يومين. وتقام غدا مباراتين في الفردي، حيث يلتقي في المباراة الأولى لاعبنا عمرو عصراوي مع بيروس، ويليه مباراة الأخرى مع محمد صفوت أمام مات فالكوستيز. كل التوفيق لأبنائنا في هذه المهمة إن شاء الله بإذن الله والحصول على اللقب. انطلقت منذ قليل على الصالة 2 بمجمع الصلاة في استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة 18 من بطولة أفريقيا للجمباز الأيروبيك، والمقرر إقامتها خلال فترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري. وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات، وهي بنين، كاب فيردي، الجزائر، المغرب، مالي، جنوب أفريقيا، تونس، توجو، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة. وأقيم أمس الخميس الاجتماع الفني للبطولة، وتبدأ المنافسات اليوم بحفل افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات. شهدت منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة تأهل رباعي مصري إلى منافسات نهائي البطولة التي تستضيفها البرتغال في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري. واستطاع الرباعي المصري أحمد عبد الحميد وساني رضوان وعليا أبو الفتوح وعمر عبد القادر التأهل إلى نهائي البطولة، حيث احتل أحمد عبد الحميد المركز الأول في التصفية الأولى بمجموع نقاط 1439، وثاني رضوان المركز الأول مقرر في نفس التصفية، بينما احتل على أبو الفتوح المركز الأول في التصفية الثالثة بمجموع نقاط 1449، واحتل عمر عبد القادر المركز السادس في نفس التصفية بمجموع النقاط 1417 نقطة.